أنا فرحانة اليوم حيت كنت واجد بمدينة العيون، وأنا مشاركة في مهرجان جماعة المرسى بمناسبة المسيرة الخضراء. والله يجعل أيامنا كلها خضراء يا ربي. علاش لا؟ شوف، شي حاجة ملي كتكون خارجة من القلب كتوصل للقلب، علاش ما يجيوش الناس؟ هي نتمنى يجيو الناس بزاف. أيه، مي أصلها صحراوي على أبوها وعلى جدها. أيه، مي أصلها صحراوي ومن قبيلة تجا كانت بالضبط. كاينة عندنا عائلتنا في العيون، عندنا عائلتنا كلها مشتة حتى الموريتان. الحمد لله، فين ما كنجي للصحراء كنجي ضاحكة وكنمشي في حالي ضاحكة. كيعجبني الحال، ناسها ناس الكرم. يا وني بيكم. صافي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.